لحل عالديني الظلام واستوحشت كل البشر اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر. كلمتين مع زكي حسنين. لحل عالديني الظلام واستوحشت كل البشر اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر. المستفاد من نقل السماد. السلام عليكم. نواف يسكن ويشتغل في جدة ونهاية الأسبوع يطلع يسلم على والده ووالدته في قريته اللي تبعد عن جدة أقل من 300 كيلومتر. نواف في اللحظة اللي غادر فيها القرية للدراسة الجامعية في الرياض وبعدين للعمل في جدة صار ينتمي للمدينة أكثر من انتمائه للقرية، وكان الرابط الوحيد اللي يربطه بالقرية هو صلة الرحم وبر الوالدين. فحياة القرية بالنسبة لنواف حياة محدودة وبسيطة مقارنة بحياة المدينة. في الأيام اللي يزور فيها نواف القرية ما يغادر البيت إلا للمسجد، يقضي معظم الوقت مع الوالد والوالدة، يسولف معاهم ويأكل ويشرب ويبيت ليلة من كل أسبوع ويرجع يكمل حياته في جدة. لكن وجهة نظره عن القرية تغيرت تماما لما أخذوا أبوه على المزرعة اللي كان آخر عهده بيها من سنوات وخلاه يشتغل معه. هناك اكتشف نواف من جديد إنه حياة القرية ما هي بسيطة ولا محدودة زي ما كان يتصور. اكتشف نواف في المزرعة تعقيد الحياة البيئية المعقدة، الديدان اللي تنتشر في المزرعة وتفيد التربة، والدجاج اللي يأكل الديدان ويعطي المزرعة بيض، والأغنام اللي تأكل العلف لكنها تعطي المزرعة حليب وسماد، والصناعات القائمة على هذه الدورة الحياتية. الكلمتين لكل إنسان تشوفه حياته الخاصة وعالمه المعقد، تجاهلك لهذا الشيء ما راح يضره لكن ما راح ينفعك. ونشوفكم على خير. كلمتين مع زكي حسنين. لحل عالديني الظلام واستوحشت كل البشر اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر.